أعوذ بنا من ترجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم ان مليح ان صوت عندك الصوت مليح صوت مليح الصوت بون نبداو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد اخواني مشطوبي الجيش الوطني الشعبي اليوم اليوم عندنا آه نديرو الفيديو هذا لاخواني مشطوبي الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات والرتب لمحاربي العشريه السوداء المعنيين بالتسويه لسنه 2000 1992 2011 بون نبداو اخواني طوبي الوطني الشعبي آه غدا ان شاء الله كاين لقاء في بني مسوس بنادي الجيش اللقاء هذا بعد ما تكلمت في الفيديو السابق وقلت لكم باللي يوم 4 10 آه 2020 ان شاء الله نخبركم مع الجديد جديد في القضيه تاع تاعنا اللي عندها مده وهي في على وحنا نخدموا عليها ودفعنا الملفات غدوة ان شاء الله راح تكون لجنة الحوار في بني مسوس على الساعة التاسعة والنصف باش يخشوا يسمعوا اين اصبحت قضية مشتوبي الجيش الوطني الشعبي ما التأخير في الاحالة على الخبرة الطبية اخواني مشتوبي الجيش الوطني الشعبي معنية غدا إن شاء الله ببني مسوس سبق وطلقت منشور على الصفحة في الصفحة التواصل الاجتماعي وطلبت من الأعضاء المشاركين في الحوار السابق في الجوان ببني مسوس هما من يلتحقوا بزملائهم اللي شاركوا ويخشوا لنادي الجيش وهما اللي راهم مسجلين في في نادي الجيش شكون هما هادو اللي حضروا في الحوار وغدوه ان شاء الله يكونوا التسعة ونص قدام الباب باش يخشوا يعني اللي راح يخش غدوه ان شاء الله غير لجنه الحوار اللي شاركت في جوان اللي فات بجميع الفئات ويترأسهم الاخ توفيق بوناب غدوه ان شاء الله يدخلوا ما عندناش حنا غدوه كيفاش ما عندناش لقاء ولا مفاوضات حنا تفاوضنا في الاونه الاخيره في جوان تفاوضنا على مشطوبي الجيش الوطني الشعبي تفاوضنا على على الناس المعنيه وعلى السنوات المحدده للمناضلين ولا المشطوبين اللي بيه التسويه ومشات العمليه ولمينا الملفات ودفعنا اكبر عدد ممكن من الملفات تعطلت بعد الاتفاق اللي جرى في بني مسوس فهمنا على 3 موا وبيا 4 موا الديلي أه وصل والمناضلين مقلقين وحنا من حقنا نعرف اين اصبحت أه القضيه او الاحاله لدى الصحه العسكريه اين ومتى تكون هذه الخبره الطبيه هذه فيما يخص اللجنة اللي غدا إن شاء الله تكون في بني مسوس والناس اللي معنيين بها هما اللي تحاوروا في المدة الأخيرة فقط يعني الناس اللي يصلى العاصمة ولا يجمعوا قدام نادي الجيش ببني مسوس أنا أقول واحد ما يتحرك وواحد ما يلتحق بنادي الجيش هذا المناضلين راهم تاعنا ومعروفين وبالاسم ولا غدوة إن شاء الله يدخلوا وكل واحد فيهم يسقسي الفئة تاعو أين أصبح حد من من هذا التأخر ولا واش كاين ليسونسيال حنا مديرين دي ممثلين عن جميع الفئات وغدوة إن شاء الله يدخلوا ويسمعوا آه القضية تاع بالجيش الجيش كيفاه يعني ما باه نتكلم مع المناضلين ما يعني حتى واحد اللقاء تاع غدوة أبار لجنة الحوار نشوف في صفحات التواصل الاجتماعي يكتبوا انطلعوا وغدوه تاهب و وغدوة آخر أجل ويوم ربعة وكثرت شوية الهضرة في صفحة التواصل الاجتماعي القضية تاع مشطوبي الجيش الوطني الشعبي اللي غدوة إن شاء الله يدخلوا ويجيبوا إن شاء الله في الخير على حالة حالة كيفاش نفوتو حنا في الخبره يعني حنا لمينا الملفات بعد المفاوضات دفعناهم في صناديق المعاشات العسكريه ما بقاش باب واحد وهو على الصحه العسكريه وهي الخبره الخبره باش نفوتو للمرحله عاش حنا ولازم اه الخبره نفوتو عليها غدوه هما يفهموا وين عادت هذا اه الموضوع تاع الخبره يعني ان على مستوى النواحي او لدى الولايات ليسونسيال غدوه ان شاء الله اذا نطلب من مشطوبي الجيش الوطني الشعبي ولا من المناضلين اللي رايحين يطلعوا للعاصمه والله اللي قاعدين يعيطوا للزملاء تاعهم حنا ما رايحينش الحاجة ولا الوقفه ولا الخرجه إحنا رايحين نبعتو ممثلين لي... لي... لي يسمعوا غدا ان شاء الله قضيه مشطوبين اين اصبحت اللي يطلع للعاصمه ويروح يدعيه والله تما يدعيه... راح تكون قوات الامن تم وما تخليش تجمع انا نطلب من المناضلين واحد ما يقدم قدام مقر نادي الجيش ببني مسوس اللقاء يشرف عليه رئيس اللجنه وهو الاخ توفيق بونا بعد ما يخرجوا ان شاء الله من بني مسوس رايحين يديروا فيديو مباشر من تم بعد ساعة ولا يشوفوا بلاصة ويريحوا ويخبروا المناضلين ماذا جرى وما وين أصبحت متى الخبرة الطبية وأين وإذا كان ولا كان غدوة إن شاء الله وصلوا ما كانش الاستقبال في بني مسوس والله لي ظرف طارئ والله كانش ما كاين اللجنه هذه تكلمت مع الاخ توفيق بونب ما تروحش تبقى في العاصمه حتى استقبال الوفد و وتسمع واش كاين حتى تلتقي باصحاب القرار وتفهم اين اصبحت من كل هذا على التاخير يعني يباتوا غدوه الا ما دخلوش وما سمعوش يزيدوا يباتوا كاين المبات كاين الاكل عندهم وين يريحوا ليسونسيال ما يروحوش حتى يتلاقاو اصحاب اللي تفاوضنا معهم اصحاب القرار المسؤولين عن القضيه تاعنا في وزاره الدفاع يعني يدو يريحوا غدوه وبعد غدوه واللي لي حتى يتلاقاوهم ما من العاصمه هذه تكلمت بالاخ توفيق بوناب وان شاء الله تكون خير بعد ما يخرجوا في حاله ما اذا في حاله ما اذا خرجوا وكانت كانت تاويلات والله اقصاءات والله كان شي ما نسمعوا حنا حنا نتمنوا باه الناس كامل غدوه ان شاء الله تفرح في حاله ما اذا في حاله ما اذا ما استقبلوهمش والله كان كان كان, كان سرا كالك شوز هكذا نقولوا ما بليش انا من الغدوه ان شاء الله حنا نتفائلوا خير اللجنه بعد ما تخرج تصرح واش كاين وتحبس تم ما تاخذ حتى قرار بعد ما نتكلم انا مع الاخ توفيق بوناب ولا الاعضاء التم تم لجنه الحوار والوقت هذاك ان شاء الله نهضروا ونتكلموا على اي قرار سيتخذ بعد هذا يعني آه نطلب من المناضلين واحد ما يكتب في صفحة التواصل الاجتماعي حتى الغدوة ان شاء الله باش نشوفه واش كاين حنا نقوله بربي ان شاء الله غدوة نسمعو حاجة مليحة ان شاء الله غدوة الاثناش الوحدة ان شاء الله نسمعوا حاجة مليحة بصفحة التواصل الاجتماعي نطلب من أصحاب الصفحات يتريتو شوي واللي طالع العاصمة يريح في ولايته ويسمع ان شاء الله وحنا ما نخبيو حتى حاجه لواحد يعني حنا غدوة إن شاء الله نجاوبو على أي سؤال يكون وأي كلام أي كلام نسمعوه تم راح نجاوبو نجاوبو عليه بكل اه سهولة وبكل شفافية اه نتكلم مع إخواني مشطوبي الجيش الوطني الشعبي اه في صفحات التواصل الاجتماعي نلقى واحد المنشورات, المنشورات على رموز النضال على مسؤولية مشتوبي الجيش والمنشورات المنشورات ما يعني 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 المستوى هابط يعني المستوى هابط في بعض المنشورات نشوفوها ويخونوا وكاين بعض الزملاء اللي يصرحوا ويقصيو في بعض الفئات ويقول هذا كيدي وهذاك ما يديش وهذاك يقول له شفت 92 تحبس في 2003 وكل واحد واش يقول انا نطلب من مشطوبي الجيش الوطني الشعبي وقف مع اخوك وقف مع اخوك خير ما تنشر حوايج اللي انت اللي انت معني بها بعد انت تسمى كي تسمعني تقصي الاخر حنا رحنا لوزاره الدفاع تلاقينا مديرين مركزيين كانت عندنا المطالب تاع مشطوبي الجيش الوطني الشعبي ب 8... 33 سنه جبنا منها 19 سنه يعني الشيء اللي تفهمنا فيه في في بني مسوس هو اي فرد تشارك في مكافحه الارهاب 92 2011 معني بالتسويه اللي قصيناه قصيناه تم وهي التخابر في علم المخلب الهايه والمتاجره بالمخدرات بعد هذا ما خرجنا وزاره الدفاع ما دات حتى تصريح ما قالت حتى تصريح ما دارت حتى, حتى تصريح ولكن نلقى الزملاء في الزملاء هما هما اللي يكتبوا وهما اللي ينشروا وهما اللي يقصيو في بعضهم يعني نتاسف على هذه التصريحات وهذه المنشورات لي راه دير واحد يقول لك مرت زوجة المشطوب المتوفي هي الأرملة مش معنية وواحد يقول تنين وتسعين الفين وحداش مش تم تحبس واحد يقول في دوميل دو واحد, واحد أنا بصيفتي منسق وطني المشطوب الجيش الوطني بعد اللقاء اللي تفهمنا فيه في بني مسوس وخرجنا بالوثائق بالفئات راني مازلت عند وعدي الشي اللي تفاهمت معه ماشي انا ما قالتليش وزاره الدفاع فلان مقصي وفلان مقصي ولا انا اللي نقصي هذانا هذه الهضره يعني يعني نلقاها من بعض الزملاء هما اللي يكتبوا داروا ضجه في صفحات التواصل الاجتماعي آه ما تتبعو حتى واحد في صفحات الناس اللي راهي تهضر على هذا الكلام ويقصيو في الناس انا نطلب منهم ونقول لهم ربي يهديكم هذا ما نقول كذلك آه بعض بعض من من الزملاء في النضال بعد المعروفين في النضال قضيه المشطوب الجيش الوطني الشعبي هما بدات نلقاهم يصرحوا في وحده التصريحات على المباشر بصفحات التواصل الاجتماعي يعني ونشوف فيهم يجيبوا في معلومات ما نعبيش انا منين انا على بالي من راكم تجيبوا في المعلومات ومن راكم تصرحوا وتدير وسبق وحدرت انا هذا الشخص وقلت له ما تكلم على الجيش الوطني الشعبي راه ما يعني اخطيك بالبلبلة وهذا بهذا وسبق وتكلمنا وتلاقينا في تيبازا وهضرت انا وياه عند الاخ سيد علي وهو السيد رئيس المنظمة الوطني متقاعد الجيش سيد تامر غضبان سبق وقلت لك يا مسيو إذا كان تعامل مع المشطوبين خبرني ومد لي توريزاسيون الجيش الجيش على مكاتب الولايات مد لهم التسخيره وما بديش الا القله القليله بعدها نشوف فيه زادي راح يتعامل لي مع يتعامل مع مشطوبي الجيش لي رجعوا رجعوا اليوم يديروا لي في الاجتماعات داخل المنظمه بزيرالدا يديروا الاجتماعات ويقصوا وينصبوا صايب بعدا تسمى نتوما بعد ما طلعتوا بعد ما تمسالتوا على مشطوبيل الجيش في الولايات وليتوا تروحوا المنظمه وتجمعوا داخل المكتب تاعها وتقرروا وتقصيو وتديسيديو يعني انت اسفنا لهذا التصرف هذا وانا على بالي اللي وراكم بلي هو اللي, اللي يقول لكم هو المكتب وخونوا من تحبوا وخرجوا من تحبوا وزكيوا من تحبوا اصبروا اصبروا شويه اصبروا شويه نتسواو اصبروا نتسواو ديروا المنظمه هذه وديو هذوك الكراسات لكن نحبوا نديروا اجتماع في الشجر في الحجر في الواد في الطريق في الصطاد وعلاني والامن على باله والشعب على باله والمناضلين على بالهم عدتوا تروحوا للمنظمه ولات المكتب تاع المنظمه ولا مليح وحنا اللي مش مليح ولا المكتب تاع المنظمه يخرجوا منه قرارات على خوتكم ولا المكتب تاع المنظمه في زيرالدا هذاك هو باب الجنه وين كانت هذه المنظمة سبق وقلت لكم أنه أنا والمنظمة أنا في لقاء بني مسوس بحضور الألوية بحضور المديرين المركزيين تكلمنا به الملفات يفوتوا على المنظمة ورفضت وكان رئيس المنظمة ما وقلت له أنا بالكفاءة اللي عند مشطوبي الجيش الوطني الشعبي كاينة وهذه الوثائق مش حاجة يعني كات بياس ولا تروا بياس يحطوهم في انفلوب ويحطوهم سير ميكرو ويديهم للادراس يعني حتى نفوت انا من وصرا ما صرا تما وفرضنا رواحينا وقلنا لمو والحمد لله ولمو المنسقي الولائيين والمنظمة داكور رافقتنا كاش دارنا لاكريف تاع المنظمة بدفعنا في الادراس مي خمسة وتسعين تسعة وتسعين فاصل تسعة وتسعين المشطوبين هما اللي خدموا الاداريين واللي يعرفوا يخدموا في الاعلام الالي والرقمانه و... ولي سيدي ما خدموش المنظمه حنا قلنا المنظمه ما راناش تابعين ليها حنا تابعين لوزاره الدفاع تابعين لوزاره الدفاع نار كاينين حنا خدمنا في وزاره الدفاع ما خدمنا حتى عند واحد خدمنا في وزاره الدفاع نطالبوا ما 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 دور المنظمه هنا نحطوا الملفات ونروحوا غدوه الله لا تقدر كاشي ما يصرى يقولوا لك حنا رافقناكم في الملف اخويا جبتو ألف ملف دفعنا ألف ويجي يروح كيف وكيف ماهمش همش صحاب قرار الا كان تسمعوا ليا واش راني نهضر الا كان تسمعوا ونحطوا اليد في اليد وبركا التخوين في بعضاكم والسب والشتم ويولي فلان مليح وفلان ماشي مليح وتشتت هذه ناس ناس سبيسيال يتخطط في التخطيط هذا وناس آه ماشي سهله باش يخونوا فلان ويخولوا فلان وتكلاطي ويروح النضال تاعنا هذا هكذاك ومن بعد هما يطبقوا ويروحوا ومن بعد ترجعوا لبعضاك كيفاه نديروا او روطار الوقت هذاك روتار روتار حنا نديرو في الهيكلة الى الضباط عندنا صف الضباط عندنا عندنا الدرك القوات الخاصة اي سلاح عندنا عندنا الكفاءة الناس تخدم في الميكرو تعرف تهضر تعرف تحاور تعرف تفاوض علاه زي انت خليو خليوها لحمه وحده علاه رايحين لتم درك انا راني نمشي في الولايات ونديرو في الهيكلة، يا اخي مليح علينا حنا ونهيكلو ونخدمو مزالو عندنا مطالب وحقوق وان شاء الله نجيبوهم بالهيكله ونوزع المهام ونقسموها وتكون تكون خفيفه علينا كامل ما تكونش لا لا, لا واحد والقضيه الثانيه باينه باللي المطالب الحقوق من وزاره الدفاع علاه حنا كيما نقدروش على واحد والله نوليو نخونو فيه وانت هدرت ودرت قلت لكم صافي لندن قلت لكم اللي عنده حاجه على شامخ ينشرها ما يسناش علاه يبقا راح نسمعك نقول لك ندير لك ولات ناس اللي كانت ضدنا ولا وحبابكم وأصحابكم، وتجمعوا معاهم في المكاتب ولينا حنا مش ملاح كم كيمسالكين والرقاق ومريقلين رواحهم وعندهم الحوايجهم واش داك مليم وقف مع صاحبك وقف مع المشطوب اللي كيما وروح روح لولايتك خدم شوف لي المشطوب اللي معوق في الدار واللي مريض واللي بليكوش واللي واللي ما عندوش السميد وساكن في الزنقل روح السلطات هيك روحك وروح عند الوالي سكن الناس اللي راك مسؤول عليهم واش داك انت للا للا للبيرو تاع المنظمه وتو وتو وتخطب من تم ودي سيدي وعاد يدير الاجتماع من واحد يدير قلت لكم صافي يحترق. احنا حنا رانا نجيبو نحوسو نحو على حقوق والقضيه كبيره القضيه راهي كبيره بزاف بزاف القضيه تاعنا راهي كبيره خليو نخليوها لحمه وحده يعني انا غدو وتنروح نروح يزيد الاخر يزيد لها. ومن بعد يقول لك شفتها مخلاو هذا هذا هو السوق هذا ما يعمرش هذا السوق هذا هي يعني القضيه تاعنا لازم تمشي بالرجالة تمشي بالرجال هذه القضية تحطوا لي يد في اليد انايا قد بليزيور فون نهضر معاكم ونقول الموب الموب جنود الاستبقاء جنود الاستبقاء انا نحييهم والله يضع عليهم غير عندهم منسق وطني والله مجلس يقولوا بي... الماء يقول لهم ما تشربوش ما يشربوش وقاريين نيفو اطارات مديريين ولات ديشاف دايره مسؤولين مديريين كون يقول لهم المنسخ الوطني تاع حبس حبس قاريين ما يكتبوا ما ينشروا ما والو وماشيين يحتاجوا حاجه يديروها حنا في اللجنة الدنيا بالمنشورات والسبان وكي رايحين نوصلوا للمشارف باه نتسواو ولينا نجتمعوا مع ناس على علينا نجتمعوا مع ناس خلاف على بعضانا ونطيحوا في الهضره ونسبوا هبطنا النيفو ولينا ما نسويوش خلاص بلا قد نتسواو وحنا رايحين نحن على الباب نحن على المشارف ويرحمها الرحمن وكل واحد يصيروا يسوق يسوق منين حبي يسوق يسوق صحاب صحاب صفحات التواصل الاجتماعي اللي راهم يكتبوا الناس اللي راها تكتب في الفيسبوك الناس اللي راها تكتب في الفيسبوك واحد يقول قوش، واحد يقول درواط ولا داعي لذكر الاسماء انا واش نعرف بك يا صاحب الصفحه يا يا اللي راك تكتب كاين اللي يكتب وينصح وكاين اللي يفسد وكاين واحد الاشخاص اللي لهم انا الطائرين في مواقعهم هو في 2 هو بالفيسبوك عنده عشرة الفيسبوك ويكتب ما يحب ويروح يرقد ما على بالوش حتى واش دار انا اللي نعرفه مامن بالقضيه تاعو يكتب رساله هاني نقول لكم انا اكتب رساله وجهها للسلطة العليا الفوق وجهها الرئيس الجمهورية للدولة وجهها وزارة الدفاع قال يا سيادة الرئيس انت وعدتنا وعندك التزام وحنا مشينا وبارك الله فيك وكتر سيادة الرئيس حنا رانا في 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 حالة يا سيادة الرئيس رانا مقلقين ديرنا الإسراء نشكروك على الوقفة اللي وقفت وزارة الدفاع راهي خدمتنا نشكروها كذا كذا هذه هي الرسالة خليها توصل مليحة والله ريح ترانكيل انت تكتب لي منشور ما عرفت فيهم داير لي انا شامخ او دار وهذاك او دار. وش واش اللي درنا حنا واش هو اللي درنا حنا اللي عنده حاجه يحطها ما يسناش او ما يسناش وكي ما يحب قلنا التاريخ هو مكتوب قلنا التاريخ تاعنا مكتوب تاع جدودنا وتاع والدينا مكتوب مكتوب بالذهب حنا كنا في النظام وخدمنا في الدوله وكنا في الصف الاول قلنا عندنا قضيه نتحالفوا مع بعضنا ونتعاونوا والضعيف نهزوه ونديروا كل فئه نديروا منها ممثل ونتعاونوا ونقسموا لا شارج هذه ان شاء الله حتى نوصلوا فإذا به النار شعله من وسط النبات ومن بعد يجي في الصفحه تاعو هذاك ويبدا يقصي او يكذبوا شامخه يكذب هذا كاو فيه هذا كاو عليه علاه نكذب عليك انا راني مشطوب كيما انت يعني مشطوب كيما انت اول وديزيرسيون واني ما عنديش واني دفعت الملف في بلادي ولائي وراحوا في لا يعني كيفي كيفك وعلاه نكذب عليك انا قالوا لي جيب الملف قلت لك ها الملف قالوا لي إيه الملف واش فيه قلت لك الا يعني كان كذبت انا قولي لي الملف قلت لك جيبو ودفعو في لادراس عند المنسق الولائي المنسق ذلك لادراس عندنا الحساب عندنا البوردور عندنا كل شيء الان نكذب انا عليك بقات على اعلى مستوى على مستوى حنا ومعها وقلنا الكات من الكات والله يوصل الديلي اللي تفاهمنا ونزيدو نتلاقاوهم ونهضروا معاهم وغدوة ان شاء الله تروح لجنه الحوار وتقعد في الطابله وتسمع واش اللي كاين وترجع لنا وحنا النضال تاعنا متواصل ومازالو لنا تاع 2011 ومازالو تاع 88 92 تاع وان شاء الله نجيبو كل شيء والخير القدام وحنايا وحده بوحده على هاد النار النار شعل في قلت قلت لكم حبسو الفيسبوك زاد شعل الفيسبوك خلاص جينا نهضر ما يقول لك انا حاربت الارهاب انا درت انا كنت يعني خلاص كنا الموضوع هذا خلاص اللي صرا وصرا حنا عندنا قضيه مسؤولين ورانا ناس مضعاف والله يعني درت في الولايات وشفت والله يعلم بهم ربي يفتحو الليل والنهار كاين شي امين بربي ويتسلكوا ويتهناو فايده به نلقى شي شي ما انا بليزير قلت لكم حبسوا الفيسبوك ما تكتب عليا انا ما تكتب انا ما تشكرنيش ما تشكرني ما تقول انا وجه لي رساله لاعلى سلطه الفوق قلنا الاسراع في الخبره الطبيه بزاف زايد انا ما نحتاجش قيل انا كتفكرني يدعي لي في قلبك قال شامخ ربي يسترو ربي يحفظه كذا ربي يدير هذا ما نطلب انا غير ادعي لي برك كون نهبط هكذا تقولوا شامخ وتقلق نقولوا دير هكذا تقول حنا ونهيكلو في الولايات ونمشيو وبربي ان شاء الله راه يحل مليحه والهيكله هذه مليحه لينا عندنا حقوق نجيبوهم وعندنا مازال مطالب ومازال مازال ولكن حنا احتاجتنا الدولة احنا رانا بري ونساندو الدولة تاعنا ماشي وقفنا معاها بكري وكما طاحتش درك جينا نطالبو حنا راح نزيدو نطيحوها جيت حكومة جديدة هاي فتحت لنا الباب كتر خيرهم ويرحم والقضية تاعنا هي ماشية يعني نقول لهم للعاصمة اللجنة تطلع للعاصمة نقولوا لاخر روح لحقني البني مسوس واحد يقول ارواح روح واد واش هاي كيف احنا هضرك ريح في الدار تاعك بالفيديو هذا المباشر